لحمة شو زنخة؟ أنا بجد مش فارق لي خالص اليوم اللي اتخصم. أنا كل اللي فارق لي بجد إنها كانت تعرف سبب التأخير وتعرف إن أبوها حبيبها هو اللي أخرني، لأنه ما بيفطرش ولا نفسه بتتفتح إلا هو في حضني. والله شو بس اديلي نيعك حبيبتي، لأنه كل يوم بيطلع من بابك بدق بابي، زوزو لفي لي سندويشة لبنة وزعتر، زوزو عاملي لي عكاسة شاي بالنعنع. حاجة طعمومة قالي ومعجنات عم بحلك معه بالنادي، ارحمونا الزلمة مشان الله. أصلا بعد في ست كل كل هيدا الشي الصباح مين بيفطر هيك ولو؟ بليارة شنفلو في اللي لابسك يا بليارة. أشوف الطلبة هدوا الجيولوجيا وتغير الطقس وتكوين الأحافير وجابلوا عوامل التعري والنحت وتضاريس. أبليارة قطمير شو دخلني أنا ست هنا؟ هذا الهوى عم بيطير الفستان. لا عيني، هذا هوى الجميزي اللي يطير فستانك. إحنا عندنا هوى كوس ما يشوف طريجة، يترس العين حصم وقوم هالشعرتين اللي بروسنا اللي غصب نومهم بالسبري. فستانك مشتهي يطير ويطير هالكم معلومة اللي عايزنا وإحنا نحشيهم بروس هالمقاريد. ايه ما في اتحكم بالهوى ست هلا. لا ما فينا، بس البني آدم يختار معركة. الهوى ما نقدر عليه، بس التنورة بيدنا. أبلا لواحد أعطيها التنورة بالمصالة لا تجبل علي الطابور وهي لابسة هالشكل. إن شاء الله مس هيلا. كله عشان طلقك ورعك علينا. أمال كنا حلوين كنتش عملت شيء. اتركي لي بحالي أنت يا سيدي. الإضراب كري مجنن الفرنساوية، ما لهم عرفانين شو بدهم يعملوا. إن شاء الله ما يأخرونا. لحظة لحظة لحظة. أصلي غرام عجبتني بدي أتجوزها. أي مو المهم يعجبونا، المهم حالنا يعجبهم. قلتك بكرة إذا صرنا أنا وياها ببيت واحد ورجعت لها وش الصبح شو بدها تقلي؟ يا سكير يا عربيد يا ماجي يا زنديد. يلا الله يتمم على خير وتفرحوا لها بعامر بحفيد. عاداتنا شيل الثقالة ولا الخفايف للضعوف. أنا ما نبي بعايفة يا أبو صامل، في مظهر أظهر قوتك وجب لي شغال هالليلة. هالليلة؟ لا والله هالليلة ما يبقى شغالة. الشغالة لا بغير شغالة يبقى شهرين عشان تجي. يا أبو صامل أنا ما نبي خدمتن عندك، أنت رجال أنت بفطورك جاهز وسحورك جاهز وأنا حرمتي ما تدري عن الشقة اللي وجهني في المطبخ. والله من خلقة الدنيا والحريم هنا اللي يطبخن وينفخن في المطبخ ما هي بلا الريجين. أنا بنت أبوي بنته. احنا الرجال لك شتوا للبر ما يطبخون؟ هلا يطبخون ويتعاونون ويسووا لهم منفطح ما فيه شيء منهم. ما هو سمبوسه والقيمات اللي من النعمه. انا بعلمك على السمبوسه وشلون تلفها ولا ماش في طربك. ويلي وشلون؟ لا 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 يا مصعب المهدي جاك العلم. انت انا كتب سمبوسه دورها عند رجل ومحماس ولا المطاعم واجد وربعك واجد. ها والله كان غفل في السمبوسه قدام صاحب بتصير مربع ولا بتصير مربع لا سويها مربعة ولا مدورة نفسك في السمبوسة بتلفها معي. يعني فيني فيني؟ نعم أجل بلف في السمبوسة ولا لف في المطاعم. ها عطنا اللي عندك. عذبت أنا. هات صحيلك هذا يلا.